المباشرة وعالية على حدود المنطقة، ترد لشريف ويصلحها ويشوط شوطة جامدة جوه جون. الجون الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق من ضربة حرة مباشرة رفعها ربيع ياسين لشريف عبد المنعم، يصلحها بوش رجله اليمين ويشوطها قنبلة بوش رجله الشمال في المقص اليمين ليحرز النادي الأهلي الهدف الأول بعد مضي 3 دقايق. وهنشوف مين اللي هيلعب الفاول، وداخل شريف وصلحها بره المجدي اللي شاط شوطه جامده جوه الجون. الجون الثاني للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 23 دقيقه. هدف جميل جدا جدا وملعوب، واتلعب بكرة حديثة الضربات الحرة. ايه والحاجات اللي احنا شفناها مؤخرا يجوز تطور الصناعة بتاعت الكرة في اليومين دول في العالم كله، ودخول الاعلانات ودخول السبونسر ودخول كل الناس دي. انت ده ماتش في الاسماعيلي، ده في اسماعيلي، في اسماعيلي يعني. ورحت لجمهورك عادي ومش عادي كده، جمهور اسماعيلي قاعد والنادي راحت عادي، حصلش مع حد ضرب ولا حد اتربص ولا حد ضرب عليهم طوبة، ولازقين في بعض اهم يعني، مفيش اي حاجة، جمهورك عادي واخد راحته مفيش اي حاجة. وحظنا كان كويس في الماتش ده، واحنا كسبنا 2-0 كمان مش وكان سيادة الوزير عبد المنعم عمارة هو اللي كان ماسك النادي الاسماعيلي ايامها، هو المسؤول عنها، نزل حيانا كلنا وفضلنا في الملعب. تعرف برضو خروج الجماهير، وكنا بنخرج في العربيه لغايه اول الطريق ونمشي بالزبط. ونروح مفيش بالزبط. اي مشكله خالص، وكنا مع بعض. اول واحد هناني يعني الجول ده الله يرحمه حازم محمد حازم، كان الكابتن محمد حسام الحكم. محمد حسام اهو قدام جريته محمود دي عملها لفوزي سكوتي. انا وهروح اقول له الكوره جون يا فوزي حرام. طب نفس يعني السؤال دي كابتن سامي وحكى عصرت انت اقدم سنه ما كنتش شايفه نفس الجيل ده، ده كتير ده كابتني ده، ده كابتنه بالظبط اللي احنا شفنا بص بره انا عشان اشوف بص الكوره دي تقول انكل بص يا كابتن سامي بص الكوره دي وبص مختار وجمال دي ولاده مجدي عبد الغني في الكوره دي يا كابتن مدحت والله. بص مختار انا كنت جايب جون في الاولمبي قبلها شوطه، ده مجدي ده اللي في الريوت اتقطعت. مجدي اللي هيقعد جنبي بقى، هيقف جنبي يقول لي العبها لي بره. طاهر ابو زيد بقى حتته بيشاور عايز يشوطها، فانا يعني ما اعرفش ايه اللي خلاني ابص طاهر بيكلمني، انا في حاجه خلتني ما مدهاش لطاهر وزاويته ورجله، بس انا كنت لسه جايب في الاولمبي جون من نفس الحته الاسبوع اللي قبله. ده جابه ايه؟ جابه اسمه زين، اسمه ابن كابتن طارق زين. طارق زين كابتن طارق زين مدرب عظيم دلوقتي. كابتن هي طاهر، طاهر بقى انا عايزك تشوفه بعد الكوره ما هتخش جون. هيكون فين طاهر دلوقتي؟ يعني طاهر المرحوم حازم اهو قدام الكوره اللي واقف ده. اول واحد هناني قال لي يا شريف ده جون حلو قوي، الجون الاولاني قال لي برافو ده جون حلو، اول واحد بيهنني في الملعب ما شاء الله والله العظيم ثلاثة زي ما بحكي. اعتقد الله يرحمه علي اغا بتهنني كمان. علي اغا لا ده كان لا مش علي، لا 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 مش علي، لا لا ده انا هقول لك اسمه. انا كان وانت اللي حطيت الجون ده؟ لا ده رزق، ده رزق ولاده بقى، ولاده نجم مجدي صدعنا بقى. بص عملتها له ازاي، انا ما لقيتش سبيس وما اتشافتش يا كابتن. اوكي بص مين بيجري وراه بقى يا كابتن متى. هتشوف دلوقتي انت. طاهر ابو زيد اول واحد بيجري وراك هنا. مجدي راح على الجمهور عدل، ده اتدبح فيها خرفان دي واتدبح فيها والله. طبعا بس أول مش جون. ممكن مجدي يكون دبح خروف، اعتقد استلاف تم كوره ويعدي من الحكام حلوه وماشي ودخل منطقه الجزاء والسنتر من عصام لطارق زين، لطارق زين لحماده الرومي يلم كوره ويعدي من حسام حلوه وماشي ودخل منطقه الجزاء والسنتر من مجدي عبد الغني، تبقى ضربه حره مباشره على حدود منطقه الجزاء، نتيجه التعادل بدون اهداف وضربه حره مباشره للنادي الاهلي، للنادي الاسماعيلي وحيطه من النادي الاهلي وداخل حماده رومي طلعها لحازم وحازم شوف جامد وطلع عليها اكرامي وطلعها بالبوك. انا قلت هنشوف كوره اول لغايه دلوقتي بحيطه من النادي الاهلي وداخل حماده رومي طلعها لحازم وحازم شوف جامد وطلع عليها اكرامي وطلعها بالبوك.
انا قلت هنشوف كوره ولغايه دلوقتي ان النادي الاهلي داخل حماده رومي صلحها لحازم وحازم شوف جامد وطار عليها اكرامي وطلعها بالبوكس انا قلت هنشوف كوره ولغايه دلوقتي بنشوف كوره من الفريقين خط دار الاسماعيلي قدر انه يفصل كام هجمه واكرامي النهارده طلع كوره زي الجوان بتاع اوروبا وضربه ركنيه علي يونس يلعبها لحماده المصري بنت عالي انما عدت من فوق دماغه وتوصل لاكرامي جون اكرامي على طول لمختار مختار وعالية على حدود المنطقة ترد لشريف وصلاحة وشريف ده جدا جوه جون الجون الاول للنادي الاهلي بعد مديح وعالية على حدود المنطقة ترد لشريف وصلاحة وشريف ده جدا جوه جون الجون الاول للنادي الاهلي بعد مديح حوالي 3 دقايق من ضربة حرة مباشرة رفعها ربيع ياسين لشريف عبد المنعم يطلعها بوش رجله اليمين ويشوطها قنبلة بوش رجله الشمال في المقص اليمين ويحرز النادي الاهلي الهدف الاول بعد مضي 3 دقايق ازاي شريف سبق توقع الاول ان الكوره طاهر ابو زيد هيلمسها له بدماغه وسبق السردباك اتنين سردباكين ماسكينه واخد بالك وسبقهم ولما الكوره بيمينه وحطها بشماله نموذج يعني انا متفق مع الاخ طاهر اللي كلمنا في التليفون ان فعلا لو شريف عبد المنعم بيلعب اليومين دول كان بقى هداف الدوري بلا منازع يعني طب على اساس كنا نعود تاني للجزء ده وعدى وراه طاهر هيمسكه شده قبل ما يخش منطقه الجزاء وصفر وفي انذار لان محمد فؤاد يلعبها تفاد عليها ميوب ويديها لمختار يعدي من مختار من ثلاثه وماشي وعدى وراه طاهر هيمسكه شده قبل ما يخش منطقه الجزاء وصفر وفي انذار لان الفينيلا اتقطعت وما يقدرش يعمل طارق زين غير كده والا يبقى جون يبقى في انذار لطارق زين مختار رجع لمستواه قبل الاصابه عالي قوي 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 وخصوصا النهارده دفاع وهجوم وتمرير وتصويب يعني برافو انه يقدر يرجع بعد الاصابه بنفس المستوى ده ضربه حره مباشره ومباراه اليوم او الشوط الثاني هيبقى فاصل الفرقه اللي عندها لياقه بدنيه احسن هي اللي هتقدر تحسم الموقف لصالحها الحيطه بتترس وحسام واقف على بعد العشر ياردات وهنشوف مين اللي هيلعب الفاول وداخل شريف يصلحها بره المجدي اللي شاط شوطه جامده جوه الجون الجون الثاني للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 23 دقيقه هدف جميل جدا جدا وملعوب واتلعب بكره حديثه الضربات الحره المباشره على حدود المنطقه لازم اللي بيشوفها يطلعها بره الحيطه وتصبح النتيجه 2 للنادي الاهلي لا شيء لنادي الاهلي لا شيء لنادي الاسماعيلي توصل الكوره لعماد تتخطف وياخدها شريف وماشي شريف وعدى وداخل المنطقه انما ينام شحطه وطلع الكوره بره ضربه ركنيه شايف انا حماده المصري يعرق خفيف والنادي الاسماعيلي ماشي شريف وعدى وداخل المنطقه انما ينام شحطه وطلع الكوره بره ضربه ركنيه شايف انا حماده المصري يعرق خفيف والنادي الاسماعيلي